مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. وطبعا الحدث الأبرز اليوم هو قرعة كاس العالم للأندية، واللي أوقعت النادي الأهلي مع نادي الدحيل القطري. وإذا تمكن النادي الأهلي من الفوز هيقابل طبعا بايرن ميونخ الألماني. طبعا يعني إحنا بنتكلم على بطولة قوية فيها أبطال القارات كلهم، فمفيش أي نادي هيكون سهل أو أي فريق مواجهته هتكون سهلة. كامل الاحترام طبعا لنادي الدحيل القطري. الحقيقة احنا بنتكلم على ان احنا هنلعب بطل الدوري المضيف قطر، ونادي الدحيل القطري الحقيقة عنده لعيبة كبار جدا زي المهدي بن عطية، علي كريمي، وطبعا البرازيلي دودو، ويعني كتير من أسماء لاعبين كبار، واخد الدوري القطري 7 مرات بالرغم ان هو تاسس بس في 2009، ولكن ليه طبعا سجل من الانجازات محترم. نادي الاهلي قادر على المنافسه، نادي الاهلي قادر ان هو طبعا يحقق مركز باذن الله في البطوله دي، وان شاء الله ان شاء الله نشوف طبعا افضل اداء من لاعبتنا ومن الجهاز الفني.